بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشت مع راجلي في كذبة، وكذبة كبيرة صدمتني في حياتي. خذوا قصتي عبرة. اليوم جيت نحكي لكم قصة حياتي مع الإنسان اللي اختار قلبي. وخا والدي ما عجبهمش، تحديت والدي وقررت نتزوج به. في الأول كان نعم الزوج، ولكن في مدة قصيرة ما دامتش عام بدا كيبان على حقيقته. هو صراحة من اللي كان خاطبني كان قلبي حاير بين أمرين، كنت كنتمنى نتزوج به، وفي نفس الوقت كان خوف كبير في قلبي كيمنعني. من بعد العشرة عرفت أن اللي ما كيرتاحش ليه قلبك ما تيقش به أبدا، لأن القلب كيحس وكيشوف أكثر من العين. شافني النهار الأول وعجبته، وكان كيقول لي أجمل كلمات. كنت كنعيشها في عالم الأحلام، ومن اللي مل مني وبغى يرحل بأصغر الأشياء أكثر قلبي، حطمني، قسل جميع المشاعر الزوينة اللي كانت في قلبي. كان كيلومني على أبسط تصرف تصرفته، ولكن ما كانش كيشوف التصرفات دياله هو. لا عين كتشوف ولا قلب كيشعر ولا ضمير كيتكلم. كيف ما قالوا ناس زمان، الجمل كيشوف قبة صاحبه وما كيشوفش القبة دياله هو. راجل من اللي كيظلم المرأة وكيقلل من قيمتها وكيجرحها، المعزة اللي كتكليه كتقل. عشت مع راجلي في كذبة، وكذبة كبيرة، وتمنيت كون غير كنت كنحلم. صدمني في حياتي، قسلت الثقة اللي عندي. تعلمت منه أن حتى شي حاجة ما كتستحق العناء والاهتمام. صراحة اللي اهتم بيك اهتم بيه، واللي رحل عليك تقبل الرحيل ديالو بواحد الصدر رحب. تغيرت تصرفات ديال راجلي، كنا عايشين تحت سقف واحد، غراب على بعضياتنا. غير كيجي من الخدمة كيمشي ينعس، كنقول لي اجي تعشى كيقول لي تعشيت على برا. حتى شي مرة ما كتكره الراجل ديالها، وانما كتكره عدم الاهتمام ولا مبالاة. حملت اكثر من لازم. المرأة خوتي كتصبر بزاف، وصبرها بلا حدود، وكتوهب للراجل الحب الكبير. ولكن الا قررت تبتعد على راجلها وترحل عمرها ما ترجع. كتبقى تسامح راجلها اللي كتحب حتى تكرهه وهي مقتنعة، لان ملي كيتجاهلها راجلها وكينفيها من حياته كتولي تعتبر كرامتها أغلى من الحب. بعد ما كتحمل بزاف ديال المعاناة وكتجرح من الأعماق، كتصبر المرأة، ولكن في الأخير كتنفجر. بغيت نعرف سبب تغيير ديال راجلي، سولته ما عطاني حتى شي سبب مقنع. ما كتخرج شي مرأة من حياة راجل إلا إذا جرحها أو عاملها معاملة سيئة، وما كيخرج راجل من حياة شي مرأة إلا إذا كانت عنده علاقة مع مرأة أخرى. قررت نتبعو من اللي خرج من الدار ونشوف فين كيمشي. مشيت للسوق وشريت واحد الخمار ونظارات ولبستهم. ومن اللي خرج من الدار كان هذاك النهار يوم السبت، ما عندوش خدمة. بقيت وراه حتى وصل لواحد الدار ودخل ليها. سولت واحد مول الحانوت مقابل مع هذيك الدار، شكون ساكن في هذيك الدار؟ قال لي ساكن غير واحد الراجل ومراته، يلا تزوجوا. وانا نقول ليه الراجل اللي كان لابس جين وجاكيت الكوير هو الراجل ديال هذيك المراه؟ قال لي ايه ابنتي. تصدمت وقررت ندق في الباب، ما خرج غير راجلي. تصدم، ما عرف باش تبلى. وانا نقول ليه شنو كدير هنا؟ هو بقى غير كيشوف فيا وساكت، ما قدرش يواجهني او يقول شي كلمه.
واجهته بشجاعة. كيفاش هاد الشجاعة؟ واجهته بالصمت وبواحد الابتسامة ديال الاستهزاء، بالرغم ان الداخل ديالي كانت شاعلة فيا العافية. غادرته بواحد الابتسامة كلها استهزاء، ودعته بصمت وما عاتبتوش لانه ما يستحقش نعاتبه. عاتبت نفسي لاني صدقته. بالاهتمام اخوتي ديال الراجل كينبط قلب المرأة، واللي بغى يعيش بسعادة مع مراته يتصرف معها بحب ووفاء. نصيحة لكل أزواج، كونوا صادقين مع زوجاتكم وما تشوهوش علاقتكم الزوجية بالخيانة والظلم. راه كما تدين تدان، كيف ظلمتي مراتك غادي يجي واحد النهار وتظلمك مرأة اللي تزوجتي بها. إيوا طلقت منه ومرت الأيام والسنين، تقدموا لي بزاف ديال الرجال وكنت كرفض لأني وليت كنشوف خيانة ديال راجلي في كل راجل كيتقدم لي. الحمد لله ما ولدتش معاه الأولاد، كون خلاهم عائق في حياتي. كرست حياتي الوالدية أخوتي وعشت سعيدة بلا مشاكل. وكيف ما قلت لكم، كما تدين تدان، والله عزيز ذو انتقام. المرأة اللي تزوج بها راجلي كانت مدمنة على المخدرات، وكانت عندها علاقة مع الراجل اللي كيبيع المخدرات. مول الحانوت كان ديما كيشوفها كتوقف مع هذاك الراجل، وما قدرش يقولها لراجلها، ولكن أنبو ضميره وقرر يقولها لراجلها. خرج راجلها هو عيط عليه وقال لي مراتك غير كتخليك كتمشي للخدمة وكتبقى في ديما مع واحد الراجل، كتركب معاه في الطنوبيل وكتزيد، ما كنعرفش فين كتمشي، وملي كتقرب تجي من الخدمة كتجي هي للدار قبل منك. قال لي انا ما كنتش غنقولها لك، ولكن ما عرفتش هذاك الراجل شنو كيجيها خوها. مهم شوف مراتك مع من كتمشي. قرر باش يبرك من الخدمة وحدايا، دار براسو غادي خارج الخدمة ودرك حتى مول الحانوت، وشاف مراتو حتى خرجات وتلاقات مع صاحب مخدرات وركبات معاه في الطنوبيل ومشات تبعها هو بطاكسي، وشافها حتى دخلات للدار وتبعها كيف انا تبعتو. فكما تدين تدان، ولقاها مع صاحب المخدرات وجرب الصدمة اللي تصدمت انا. الى عجباتكم القصة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتديروا اعجاب وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائدة وياخذوا الناس عبرة من هذه القصة. كنشكر جميع المتتبعين سواء داخل المغرب او خارج المغرب، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى، ودمتم في رعاية الرحمن.